عاجل، أول دولة عربية تعترف بانفصال الجنوب اليمني والبدء بعمل سفاراتها من عدن. لنشاهد التفاصيل. بدأ وفد دبلوماسي من دولة عربية مشاورات مع رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي في اعتراف غير مباشر بجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية سابقا بدلا عن الجمهورية اليمنية. واستقبل الزبيدي في العاصمة المؤقتة عدن سفير جمهورية الصومال الفيدرالية في اليمن عبد الله حاج شوريه والملحق الثقافي بالسفارة عمر شيخ. وأشار الزبيدي إلى أن علاقة جمهورية الصومال الفيدرالية مع دولة الجنوب سابقا علاقة متميزة وقوية ومتينة ولها جذور ضاربة في عمق التاريخ. بدوره اعتبر سفير جمهورية الصومال الفيدرالية عبد الله حاج شوريه أن وجود أي فجوات أمنية أمر بديهي باعتباره يحدث في أغلب عواصم الدول الكبرى وكل دول العالم، غير أن عدن لا تشهد أي فجوات أمنية إلا ما ندر، مع الأيام سيتم التغلب عليها. ولفت إلى أن ذلك شاهده بنفسه أثناء تجوله بسيارته الشخصية في العاصمة المؤقتة عدن، ودعا كافة البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية إلى القدوم إلى العاصمة المؤقتة عدن ومزاولة عملها ونشاطها. وظهر سفير الصومال دون أي علم رسمي لبلاده، ما يؤكد غلبة الطابع الشخصي للزيارة.